أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ومع لقاء جديد من سلسلة عارض نفسك بالرقية الشرعية واحذر الوهم القاتل. هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نتكلم فيه عن كيف تعرف السحرة والمشعوذين وتتعرف على بدع المعالجين. في الواقع أيها الأحبة، الحياة الذي يعيشه الناس نجد أنه قد يبتلى بعض الناس بشيء من الأسقام. الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن ابتلي بشيء من الأسقام قد يضطر للذهاب إلى من يسمع عنهم أنهم يعالجون بالرقى والتعاويذ. وهنا اشتبه الأمر على كثير من الناس. الرقية الشرعية الثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمال السحر والشعوذة والدجل، خاصة وأن المشعوذين والسحرة يلبسون على الناس ببعض الأعمال المشروعة وببعض الحقائق الواقعية، فيدسون من خلال إفكهم وأباطيلهم مما حمل البعض على إنكار الرقية الشرعية ورفضها بالكلية، وهذا خطأ أيضا. ولهذا كان من الجديد أن يعرف الناس علامات السحرة والمشعوذين والقرائن الدالة عليهم، وهذا ما سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى في الدقائق التالية، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والشفاء لكل مصاب ومبتلى. أيها الأحبة، إليكم بعض العلامات التي يدل بعضها على أن من توافرت فيه فهو من أهل الشعوذة والسحرة وأنه جاهل منحرف عن الصواب. فمن ذلك يسأل المريض عن اسمه واسم أمه، ومنهم من يقابلك فيخبرك عن اسمك واسم أمك، أو يطلب منك أثرا من آثار المريض كالثوب أو القلنسوة أو المنديل وما إلى ذلك، أو أشياء مما انفصل عنه كالشعر والأظفار ونحو ذلك. أحيانا يطلب حيوانا بصفات معينة ليذبح ولا يذكر اسم الله عليه. يكتب الطلاسم أو يتلو العزائم الغير مفهومة، أو يعطي المريض ما يسمى بالحجاب، وهذا الحجاب يحتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام. يأمر المريض بأن يعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها شمس. أحيانا يطلب من المريض ألا يمس الماء مدة معينة، يعني معنى ذلك أنه لن يتوضأ، لن يغتسل من جنابة وما إلى ذلك. يعطي المريض أوراقا ليحرقها ويتبخر بها. يعطي المريض أشياء ليدفنها في الأرض. أحيانا يخبرك عن بلدك ومشكلتك دون إخبار سابق، يقول لك أنت مطلق، أنت مسحور، أنت تعاني من كذا، وذلك يكون عن طريق القرين. يدعي أنه قادر على تمكين المريض من رؤية من أصابه بالعين أو الأذى في المنام، يقول لك أنا سأجعلك الليلة ترى من حسدك أو من أعانك أو من أذاك وأنت نائم، وهذا زعم شيطاني، فهو يستعين بالشياطين وينطوي عليه اتهام الناس
بغير بينة مما يسبب العداوة بين الناس. إذا زعم أنه يستطيع أن يوجد المحبة بين الزوجين أو يفرق بينهما، إذا حرك شفتيه بكلام أو بقراءة أو بتمتمة غير مفهومة، ومثل هذا لابد أن نسأله. إذا حضرت موقف من مثل هذه المواقف ووجدت أنه يتمتم أو يقرأ أو يحرك شفتيه بكلام أو بقراءة غير مفهومة أو مسموعة، فلابد أن تسأله: أرجوك أن تسمعني صوتك. فإن كان على الكتاب والسنة فلن يغضب، وإن كان ساحرا فسوف ترى الغضب على وجهه. تارة يقرأ القرآن وحده، وتارة يخلط القرآن بكلام غير مفهوم وليس من القرآن. تسمع منه الاستعانة والاستغاثة بالجن والشياطين بقول يا كذا ويا كذا، ينادي على قبائل الجن أو ملوك الجن وما إلى ذلك، ويسمي الجن والشياطين بأسماء غريبة. أيضا الذين يخنقون الناس بشارب أو قطعة من القماش ويلفها على عنق المريض ويشدها حتى يكاد الإنسان يغمى عليه، أو أحيانا يصاب بإغماء خفيفة ويقول لك بذلك قتلت الجني أو أحرقت الجني، هذا في الحقيقة أن هذا طبعا خطأ ومخالف للسنة، وهذا دجل وشعوذة ويستعين بالجن. قد يحضر لك إناء من الماء ويغطي الإناء ويقول لك ضع الماء أنت في الإناء وغطي الإناء بنفسه، ثم يقرأ عزائم شركية في نفسه، ثم يقول لك اكشف الإناء وأدخل يدك وخذ سحرك بيدك، وفعلا تجد أوراقا أو لفافة بها أوراق مكتوبة عليها اسم المريض اسم أمه أو قطعة من ملابسه تؤكد أنها له، أو صورة للمريض مثلا. والذي حدث أن خادم السحر يكون من العفاريت، وهذا أخبر به أحد السحرة التائبين. يطلب منك ملابس داخلية للرجل أو المرأة أو ملابس فيها أثر قد عرق فيه المريض، يقول أريد ملابس فيها أثر عرق. يعطيك بعض الأشياء ثم يأمرك أن تنثرها في مفرق طرق، يقول لك رش هذا الماء أو اسكب هذا الماء في تقاطع، أو تلقي بها في البحر أو في مغارة أو في مقبرة أو في بيوت مهجورة. يطلب صورة شخصية للمريض، منهم من يزعم أنه يحبس الجن. ماذا كيف يحبسه؟ يكتب على جبهة المريض نون أو قاف، ويقول حبستكم بنون والقلم وما يسطرون، ويقول حبستكم بقاف والقرآن المجيد. وهذا كله عبث واستهزاء واستهانة بكتاب الله عز وجل. إذا طلب أن يكتب على ملابس الإنسان أو على ظهر المرأة أو صدرها أو أي شيء من جسمها أو من ملابسها ولو بآيات من القرآن الكريم، إذا قال لك أنت مسحور ومررت على سحر ليس لك، هذا كلام ساحر. ولو كان لا يستعين بالجن فكيف له أن يعرف أن هذا الإنسان تخطى سحرا ليس له؟ إذن هو يستعين بالجن. يأمرك بوضع ملح على رغيف خبز وتتركه بالهواء وذلك للجن، وهذه الطريقة ما تسمى بالمصالحة أو بالصلح. أو يطلب إشعال شمع في أماكن معينة من البيت، أو يكتب لك آية الكرسي إما على ورقة أو على قطعة من القماش ويشعلها بالنار ويأمر المريض أن يستنشقها بأنفه. إذا قال لك انظر في عيني أو نظر هو في عينك ثم أخبرك بحالك، تعلم أنه من الصحبة والمشعوذين والدجالين. من ادعى أنه حرق لك الجن أو قتله أو رد السحر على الساحر، إذا طلب منك وضع سكين تحت المسادة، إذا قرأ الكف أو قرأ الفنجان. أيها الأحبة، سأذكر لكم بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع للفائدة، ولنأخذ منها يعني نأخذ حذرنا بها إن شاء الله عز وجل. قد يخطئ كبار السحرة سبحان الله من الإنس والجن في حسابات السحر، وتكون النتيجة بحول الله وقوته أوامر سحر مغايرة للمطلوب.
يعني سئل أحد الصحراء اليمنيين وقد تاب إلى الله عز وجل: هل كنت فعلا تقضي حاجات من يأتوك يعني أو يأتون إليك عن طريق السحر؟ ناس أصحاب الحاجات الذين كانوا يأتوك لتسحر لهم بعض الناس، هل فعلا كنت تقضي لهم الحوائج؟ فأجاب: ليس كل شيء كان يتحقق. وذكر من المواقف التي حدثت معه لشخص كان عنده محل تجاري، في بعض المخالفات الغير مؤهلة لدخول المحل مشروع، يريد يعني صاحب المشروع هذا عنده محل والمحل مساحته صغيرة، لا ينفع أن يكون شركة، وهو يريد أن يحوله من محل إلى شركة. فجاءني يطلب مني سحرا له حتى يتطور المكان، فكانت النتيجة أن أغلق المكان بالمرة، لا أصبح محلا ولا أصبح شركة، سبحان الله. أيضا يعني حكى موقف آخر وقال: جاءتني امرأة تريد سحرا لتسيطر على زوجها وألا يتزوج عليها، وأعطيتها السحر، وبمجرد أن شرب الزوج السحر حتى قام بضربها ضربا، خرجت محمولة من البيت إلى المستشفى لمدة 10 أيام، ثم بعث له ورقة طلاقها بالمستشفى. ويجب أن نعلم أن الساحر قد يعتدي جنسيا على من يأتيه من النساء للعلاج أو الاستفسار، ولو كان معها محرم، وهذا عن طريق سحرهم وسلب إرادتهم وتسليمهم أنفسهم له. والأمثلة كثيرة ومريرة مما تدمي القلب، والله أعرف حالات بنفسي، ليس عن طريق الحكاية ولا الرواية، بل من أصحاب الشأن أنفسهم. هذه مصيبة، والمصيبة الأخرى وهي ما ينتج عن ذلك من عقد نفسية بسبب هذه المواقف الصادرة من هؤلاء المجرمين، مما يجعل المرأة تحتاج إلى علاج نفسي يعلم الله بعواقبه. وبعد أيها الأحبة، فتلك بعض علامات الجهال والمشعوذين والسحرة والكهنة الذين يزعمون أنهم يعالجون الناس، وفي واقع الأمر إنما هم يقتلونهم ويبتزون أموالهم ويعبثون بأعراضهم وعقولهم. فإذا علمت أن الرجل ساحر فإياك والذهاب إليه، وإلا ينطبق عليك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطع عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي رواية أخرى: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا جميعا من شر الأشرار والفجار، ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على الهادي الأمين وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.